خدمة متواصل هي خدمة تواصل أونلاين بتقدمها عيادة الدكتور حاتم العيشي للمرضى اللي كشفوا في العيادة عند الدكتور حاتم قبل كده وحابين يتواصلوا مع الدكتور بس ما يقدروش يجوا العيادة بنفسهم في كل مرة. يعني انت لو كشفت عند دكتور حاتم قبل كده وحابب تتواصل معاه، تبعت فحوص كانت مطلوبة منك او تستفسر على شكوى جديدة او ترسل تحاليل دورية بيتابع بها الدكتور مرضى الأمراض المزمنة زي الروماتويد مثلا، هنخليك تتواصل معاه وتحصل على رد وانت في بيتك، لان ملفك الطبي موجود على شبكة الكمبيوتر بالعيادة وفي تفاصيل حالتك وتاريخك المرضي وتفاصيل كل زياراتك السابقة للعيادة، وبكده هتضمن انك تتواصل مع دكتورك بعد الكشف وهتوفر وقتك وتعب المشوار او السفر احيانا، وهتوفر تكلفة زيارة العيادة وتتواصل بخدمة اقل من تكلفة الكشف. المريض ممكن يختار نوع التواصل اللي من خلاله بيحصل على الرد على رسالته، ممكن كتابيا او مكالمة هاتفية مع الطبيب او حجز موعد تواصل فيديو صوت وصورة. في كل استشارة تظل عملية التواصل اي ارسال واستقبال الرسائل مفتوحة حتى يحصل المريض على اجابات لكل اسئلته واستفساراته. تغلق الاستشارة فقط في هذه الحالة. طيب ازاي تستخدم خدمة متواصل؟ اول حاجة هتدخل على موقع خدمة متواصل، الرابط بيتبعت لك من العيادة على الواتساب ومعاه اسم المستخدم الخاص بملفك الطبي في العيادة وكلمة السر بتاعتك. هتدخل اسم المستخدم وكلمة السر، تضغط ادخال، هتضغط على القائمة الرئيسية، تختار الاستشارات، تضغط استشارة جديدة. هنا هتكتب بالتفصيل سؤالك وتفاصيل حالتك الصحية، هنا هتكتب الأدوية الحالية وجرعتها برجاء الكتابة وليس إرسال صورة الروشتة، هنا هترفع صور التحاليل، هنا هترفع صور الأشعة، بعد كده تضغط إرسال، وبكده تم تسجيل استشارتك بنجاح ونشكرك على التواصل معنا.